بضيف عليها نص كوب من المية الدافية بالشكل ده كده، وبركنها على جنب عبال بس ما اعمل الوصفة التانية، علشان انا عايزة فيها التخمير يشتغل قبل استخدامها. هجيب الكوب التاني اللي انا هعمل فيه اقوى دهان لعلاج الصدفية بفضل الله تعالى، مسافة اسبوع واحد هتلاقي نتيجة حلوة جدا. خير، اهلا بيكم، تعالوا النهاردة هعمل لكم اقوى وصفة ممكن تعملوها في البيت لعلاج الصدفية والتخلص منها نهائيا. هعمل لكم وصفتين، وصفة هتتاخد عن طريق الفم ووصفة دهان بجد حلوة جدا هتخلصك من الصدفية وفي فترة قليلة جدا. ركزوا جدا في الفيديو ده وتابعوا للنهاية علشان تستفادوا. الاول نصلي على النبي ونذكر الله في التعليقات، وطبعا ما تنسوش اللايك للفيديو، وما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين عشان ده بيسعدني جدا، ووصفاتي ما تجيب معاكم نتيجة بيسعدني ان انتوا ترجعوا هنا تاني وتكتبوا لي ان وصفاتي بتجيب نتيجة وفعالة جدا. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة هجيب الكوب اللي انا هستخدمه بالشكل ده، ودي اول وصفة معايا هتتاخد عن طريق الفم. دي الخميرة طبعا، ايه اللي بيجيب الصدفية او المرض الجلدي؟ وهو الامساك. لو عندنا امساك يبقى احنا جلدنا هيتن بايظ ومش هيتعالج، فانا لازم اعالج الامساك الاول واطهر المعدة والامعاء. مفيش احسن من الخميرة للتخلص من اي بكتيريا ضارة موجودة في المعدة، وكمان تنقية الجسم من السموم. فانا اول وصفة معايا كده هاخدها عن طريق الفم، هجيب قطعة من الخميرة قد ربع معلقة صغيرة بالشكل ده. دي الخميرة البلدي، بضيف عليها نص كوب من المية الدافية بالشكل ده كده، وبركنها على جنب عبال بس ما اعمل الوصفة التانية، علشان انا عايزة فيها التخمير يشتغل قبل ما اخدها، تمام، قبل استخدامها. هجيب الكوب التاني اللي انا هعمل فيه اقوى دهان لعلاج الصدفية بفضل الله تعالى، مسافة اسبوع واحد هتلاقي نتيجة حلوة جدا. اول حاجة بجيب الكوب اللي هستخدمه بالشكل ده، بضيف فيه نص كوب من الخل بالشكل ده كده، بعد كده بجيب ليمون مقطع قطع بالشكل ده بقشره، افضل يكون ليمون اخضر نتيجته فعالة اكتر، وهفضيه هنا كده بالشكل ده. هضيف خمس حبات او ربع معلقة صغيرة من القرنفل او المسمار بالشكل ده. هجيب زيت الزيتون، هضيف منه معلقتين من زيت الزيتون، اهم حاجة زيت الزيتون اللي معايا يكون اصلي بالشكل ده. اقلب الوصفة كويس جدا، هغطيها لمدة 12 ساعة، هبيتها كده من بالليل. تعالوا بقى نرجع للخميرة. انا هنا علشان وقت الفيديو، انت هتسيبوها لما يحصل فقاقيع على وش المية، يعني تحسوا ان بدأت في التخمير بتاعها قبل تاخدوها او تشربوها، تمام. هقلبها كويس جدا، بعد كده هاخدها على الريق الصبح، كل يوم على الريق الصبح اول ما اصحى من النوم قبل ما اكل وقبل ما افطر هاخد الوصفه دي قبل الفطار تقريبا بنص ساعه او بساعه. دي بقى بتعالج الامساك، بتطهر المعده والامعاء، بتخلص الجسم من السموم، من الحاجات الجيده جدا، تمام. دي الوصفه اللي عن طريق الفم علشان انقي الجسم من السموم وكمان اعالج الجلد بتاعي. الوصفة دي بقى بقطنة طبية، وهحاول اسقسق على مكان الصدفية 3 مرات يوميا لحد ما تختفي الصدفية تماما. بجد حلوة جدا، لازم تجربوها لان وصفات حلوة جدا ومجربة ملايين المرات، والناس اللي مجرباها عارفين انا بقول ايه. كمان ممكن نصفي الوصفة دي ونحطها ببخاخ ونستخدمها زي الاسبريه على مكان الصدفية. لو احنا مش عايزين نستخدم قطنة فهنحطها ببخاخ ونبخ 3 مرات يوميا على مكان الصدفية. بجد حلوة جدا ونتائجها مسهلة، من اول اسبوع بتلاحظ الفرق ده وبتخلصك من الصدفية وبشكل لنهاية. وصلنا لاخر حلقتنا، اتمنى اكون فدتكم، لو استفدتوا ولا بمعلومة ياريت لايك وشير في الخير، تدل على الخير كفاعله. بحبكم في الله، مع السلامة.